بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي المجتبى، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وبعد. فموضوعي إليكم حول وجوب شكر الله عز وجل، وشكر الله هو الثناء عليه سبحانه والاعتراف بنعم المنعم التي أغدقها الله عز وجل عليك. والشكر أنواع وهي ثلاثة: الشكر باليد، والشكر باللسان، والشكر بالجنان وهو القلب، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء بيدي ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. قد أوجب الله عز وجل على عباده أن يشكروه، والشكر هو ضمان لمزيد النعم، وقد وعد الله عز وجل عباده إن لازموا شكره زاد لهم من نعمه، وإتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله عز وجل إذا وعد فهو لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. فتشكر الله عز وجل بيدك ولسانك وقلبك ونياتك، تشكر الله بما أغدق عليك من نعمه. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، لا تستطيع عد النعم ولا حصرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن كنت ذا مال تشكر الله بالإنفاق في سبيل الله وبإعطاء حق الله والزكاة، فلا معنى للشكر باللسان إذا كنت قادرا على الشكر باليد، فلا فائدة من الشكر باللسان وأنت قادر على أن تنفق وأن تعطي حق الله عز وجل. وحق الله الذي هو الزكاة واجب. إذن الشكر باليد بأن تنفع الناس، بأن تفيد الناس، بأن تكتب ما يرضي الله. الشكر باللسان أن تكثر من الشكر والثناء على الله عز وجل، لا تفتر عن ذكره وشكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا معاذ والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تترك هذا الدعاء، أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالشكر هو نعمة، فمن ألهمه الله الشكر ألهمه أعظم النعم. قيدوا النعم بالشكر. إذا تريد أن تحافظ على بدنك وليحفظ الله بدنك ويحفظ مالك ويحفظ النعم التي لك، فأكثر من الشكر. إذا رزقك الله برزق، كيف ما كان هذا الرزق؟ رزاق، رزق المال، رزق الأولاد، رزق الزوجة الصالحة، رزق الأصدقاء، رزق العين، أرزاق، فاشكر الله. كما أخبر الله عز وجل عن سيدنا سليمان عليه السلام لما أحضر بين يديه عرش بلقيس
فلما رآه مستقر عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم كفور ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. إذا شكرت الله فإنما تشكر لنفسك أي تنتفع أنت، أما الله عز وجل فهو غني عن شكرك وعبادتك وطاعتك له. فشكر الله هو من أعظم الوصايا بعد التوحيد التي يجب أن توصي بها أولادك. قال الله عن لقمان عليه السلام ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فأعطاه الله الحكمة، إذن هذه الحكمة عليه أن يشكر الله عليها ليفتح الله عليه وليفتح له اللسان لينطق بالحكم. ومن صفات الأنبياء والرسل شكرهم لله عز وجل، ومن عبادتهم لله وتضرعهم لله تبارك وتعالى شكرهم لله عز وجل. يقول الله عن داود وآل داود اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قليل من عبادي الشكور أي الذين يشكرون الله قليلا، فطوبى إن كنت من هذه القلة التي تشكر الله عز وجل. أشكر الله على نعمة البصر فاستعملها وسخرها في طاعة الله. أشكر الله على نعمة السمع، على نعمة اللسان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فحينما يعرض الناس عن شكر الله عز وجل يقل المطر وتكثر المصائب وتكثر المعاصي والذنوب. لذا الله عز وجل يخبرنا عن بعض الأقوام أغدق الله عليه من نعمه خيرات فأعرضوا، النتيجة كان الوبال والهلاك. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم اشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. لا تكفر بنعم الله. حينما يكثر الخير الناس لا تلقي لها بال أو لهذه النعم، فتجد الإنسان يبذر يسرف، بل تجده يلقي بالنعم في القمامات ولا يشكر الله. فبحكمه العقلي القاصر يظن أن كل شيء متوفر ولن يزول. هكذا يخطئ ويتوهم الإنسان حينما تكون ذا مال ولك أجرة ولك راتبك الشهري وموظف وتعمل أو لك البلد الماء متوفر، تقول لن يزول هذا أبدا. ولكن الله قد يغير الحالة. إذن إذا أردتم أن تحافظوا على هذه النعمة فأكثروا من الشكر، شكر الله. أنت صاحب عافية في البدن قوي لا مرض فيك ولا سقم، وقد تفتخر بين أسرتك وعائلتك وأصدقائك، والله أنا ما في أي مرض. احمد الله واشكره وسخر جسدك في طاعة الله ليحفظ الله جسدك.
من الهلاك ومن الأمراض. احفظ الله يحفظك. لذلك الإسلام يريد منا أن نكون ذاكرين لله، طائعين لله، عابدين لله، شاكرين لله باليد، باللسان، بالقلب، بالعين، حتى الغمزة. بعض المرات الإنسان يصلي يشوف شيء واحد يغمز الآخر عليه، يضحك عليه، مشيت لك الصلاة ومشيت لك العبادة ومشى الثواب ومشى الأجر ومشى كذا، ولا تصنت شيء واحد تستمع لأحد تجسس، مشى لك كل شيء. لذلك الإنسان يكون طاهر بكل جوارح. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا